السلام عليكم، معاكم الباشمهندسة سمر عبد الله، وهيتم شرح مادة Features and Applications of Electrical Machine Level 3 Year 2. النهاردة مشغلين على نشرح Week 10 Part2of2، هنكمل الترانسفورمر اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت. النهاردة هنتكلم عن أنواع الترانسفورمر based on usage، استخدامات الترانسفورمر. أول حاجة باور ترانسفورمر، ودوت بينفع بيقلل لي الجهد أو بيزود لي الجهد، يعني بيعمل ستيب أب للجهد أو ستيب داون للجهد، بس بيكون شغال على جهد عالي. تاني حاجة ديستريبيوشن ترانسفورمر، ودوت بيعمل لي ستيب داون للفولتج للجهود اللي أنا عايزاها، مثلا تدخل للمصنع أو الجهد اللي أنا عايزاه يدخل للبيت في التوزيع، بس يعني بيكون شغال على جهود اعلى من الستيب داون العادي. بعد كده عندنا من ضمن استخدامات الترانسفورمر، عندنا ترانسفورمر بيستخدموا للقياس، ودول نوعين: بوتنشال ترانسفورمر وكرنت ترانسفورمر. اول حاجه البوتنشال ترانسفورمر زي ما احنا شايفين الرسمه بتاعته، هو عبارة عن ملفين، ملف ابتدائي وملف ثانوي. الملف البرايمري لفيته أكبر من الملف السكندري، يعني دوت بيعملي ستيب داون للفولتج، بيقلل الفولتج. دوت بيستخدم في السب ستيشن عشان يقيس الفولتج، بيكون عالي جدا مبيقدرش المالتي ميتر العادي ان هو يقيسه، فهو بيستخدمه في السب ستيشن عشان يقيس لي الجهد العالي دوت، ان هو عن طريق ان هو بيقلل الجهد العالي ده، الجهد أقل يقدر الفولت ميتر يقيسه. الفولت ميتر بيقيس الفولتج من 0 ل 110 فولت، فهو بيقلل الجهد العالي اللي داخل على البرايمري في السب ستيشن، بيقلله لي الجهد قليل يقدر الفولت ميتر العادي يقيسه. الفولت ميتر بيقيس هنا من 0 ل 110 فولت. تاني حاجة كرنت ترانسفورمر، ودوت شكله زي ما احنا موجود قدامكم في الصورة، عبارة عن هالو كور مجوف ومتفرغ، بيمر فيه الكوندكتور اللي انا عايزه اقيس التيار بتاعه. برضو الكوندكتور دوت مر فيه تيار عادي جدا، مش هيقدر الاميتر العادي يقيسه، فالكوندكتور اللي مر فيه تيار عالي خالص مش قادر الكوندكتور العادي اللي مش قادر الاميتر العادي يقيسه، بنمرره لداخل الهالو كور. الهالو كور دوت ملفوف عليه ملفات اللي هي السكندري وايندنج، ومتوصل بيه اميتر، ده الاميتر العادي بتاعنا. برضو نفس الشيء زي البوتنشال ترانسفورمر، انما بيمر تيار في البرايمري دوت اللي هو الخط اللي انا عايزه اقيس تيار عليه، اللي هو بيعتبر البرايمري بتاعي، البرايمري وايندنج بتاعي، فالتيار دوت هيسبب لي وجود ماجنتيك فيلد مار في الكور، في الهالو كور. الماجنتيك فيلد دوت هيقطع ملفات السكندري وايندنج ديت، فما يقطع ملفات السكندر وايندنج هيولد اي ام اف على الطرفين بتوعه، طبعا عشان انا موصله اميتر يعتبر لود، فهيمر فيه تيار. التيار اللي بيمر في الاميتر دوت القيمه بتاعته بتعبر لي على قيمه التيار العالي اللي مار في الكوندكتور هنا. مثلا يعني الكوندكتور هنا مار فيه 100 امبير، فهيجي هنا الاميتر هيقول هيديني 5 امبير، فانا اعرف ان الاميتر هنا لما يقيس لي 5 امبير بيعبر لي على كوندكتور مر فيه 100 امبير، يعني نسبة، وهكذا. طبعا بعد كده عندنا ترانسفورمر تاني اسمه ايزوليشن ترانسفورمر، ودوت بيستخدم للحماية. زي ما احنا شايفين في الايزوليشن ترانسفورمر عندنا ملفات البرايمري وايندنج قد عدد لفات السكندري وايندنج، هما الاثنين نفس عدد اللفات. دوت معناه ايه؟ معناه ان الجهد اللي داخل على البرايمري هو هو اللي خارج على السكندري، ان الترانسفورمر دوت ولا بيقلل الجهد ولا بيزود الجهد، هو بيخرج نفس قيمه الجهد اللي داخل بيخرجه لي. ودوت طبعا بيستخدم ليه؟ بيستخدم للحمايه. بدل ما انا اوصل الموتور اللي هو اللود بتاعي اوصله دايركت بالسبلاي، ولو حصل اي مشكله في السبلاي الموتور يتحرق، لا انا هوصله وهيكون الربط ما بين الموتور والسبلاي عن طريق الماجنتيك فيلد، وطبعا هنا لو حصل اي مشكله في السبلاي الموتور عندي مش هيتاثر ومش هيتحرق ومش هيحصل له اي مشاكل. بعد كده هننتقل لنقطه تانية، الترانسفورمر لوسز. والترانسفورمر لوسز هما نوعين اساسيين: الكور لوسز اللي بيحصل في الكور بتاع الترانسفورمر،